ديال توظيف ميناء ديال طنجة والمدينة العتيقة. هذاك المشروع كان ديال 6 مليار تخيلون هضروا بالميكروفونات عينا ما نهضروا عينا ما نقولوا كنجيبوا ولكن تضربوننا بعبد الحائط بين هاد الجهة وهاد الجهة. كنشوفوا الإخوان ديال العدالة التنمية كيمشيو كيجلسوا في المقر ديالهم كيخرجوا في التصويرة مع بعضياتهم كاملين فيهم نحن كب بنياني مرصوص الصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد الرئيس المحترم السيد مؤسس السلطة المحلية السيدات والسادة المستشارين والمستشارات المحترمات السادة ممثلي وسائل الإعلام الحضور الكريم سأحاول في تدخلي أن أتطرق إلى 4 أو 5 محاور السيد الرئيس وهذه الخمسة المحاور تكون على الشكل التالي غنتطرق بداية على القضية ديال شنو الأعمال ديال الدورة ثم أعرج على القضية ديال قصر العروض على القضية ديال ساحة تيران ثم الميزانية ثم نقاط أخرى سأتطرق إليها في البداية ما بين الدورة اللي عقدنا السيد الرئيس فبراير ما بين يوم الخميس واليوم الأربعاء كان حدثين مهمين عقدتهم مدينة طنجة لابد من التطرق لهما والحدث الأولي هو القضية ديال الحكومة الإسبانية وهبت مصرع سيرفانتيس للدولة المغربية إذا الخطورة جد مهمة هذه العملية كانت المجتمع المدني وكذلك السلطات المحلية والسلطات المركزية كانت كتبنا وكانت في حوار دائم بأنه تستجوب هذه المعلمة التاريخية التي ستنضاف إلى المعالم الأخرى التي ستكون ثقافة مدينة طنجة. وكذلك نشكر البلاغ اللي قام به وزير الثقافة بأنه صرح السيد عرش بأن الوزارة ستتكلف بإعادة تصميم هيكلة هذه المعلمة. وكان من أجدر بأن الجماعة الحضرية طنجة تدخل على الخط بما أن المسرح موجود في المفروض الترابي ديالنا. تدخل وتمشي بلا الموضوع ولكن مع الاسف شفنا عاد بعض الجمعيات ديال المجتمع المدني تحركت وما تستعملش المسائل حيطه والمجلس الجماعي ما استزمتناوش هذه النقطه هذه مع الاسف الشديد. النقطه الثانيه اللي ما يمكنناش نمروا عليها كذلك مره اخرى هي الحدث اللي وقع ديال تغيير بعض الولاد في العمال على الصعيد الوطني وحنا هنا لابد بان مدينه طنجه هي عقد التغيير ديال الوالد يعقوبي اللي بقى 90 سنه في مدينه طنجه. هذه المناسبة كنقدموا له أنا كمنتقى كنقدم له حيت شاغلت معاه أيام اللي كنت كنائب العمدة ديال مدينة طنجة شاغلت بقربه مع مجموعة ديال الملفات إلى أن نتقدمه له بالشكر على المجهودات التي قام بها خلال هذه 7 سنوات الماضية. فعلا الوالي السي يعقوبي كان من الجيل ديال الولاد اللي صاحب الجلالة كانت عنده بعد النظر في هذه العملية ديال تعيين الولاد، أي الولاد الناس اللي هما كيخرجوا للميدان كيتلاقوا بمواطنين ويحاولون حل الإشكاليات ديال المواطنين. إذا هذه العملية هي اللي تبينت وكنرحبوا بالوالي الجديد ديال التعيين ديالو هنايا وكنتمنوا كذلك توفيق المهام ديالو. بالنسبة للقضية ديال باش رجعنا للنقاط اللي بحال اللي قلت السيد الرئيس القضية ديال جدول الأعمال. هذا الكلام هذا سبق لي قلته السيد الرئيس في الدورة ديال فبراير ديال 2016 كنت مع الاسف الشديد كنحس براسي انا كندور في دائره مفرغه هذا المجلس هذا اللي بدينا في 2015 دابا ادور في دائره مفرغه الكلام اللي كنت في 2015 اذا رجعت المحاضر ديال الدوره في فبراير 2016 شفت التدخل ديالي بديت كنتساءل كنقول واش انايا واش كنزيدو قدام ولا كنرجعو للورا حسيت براسي باننا واقفين في المكان ديالنا كيف يعقل إخواني أخواتي المستشارين والمستشارات الحضور الكريم لأن طنجة في الفترة الحالية خلال العقدين الأخيرين كتعرف واحد نمو اقتصادي جد مهم لأن طنجة أصبحت اليوم ثاني قطب اقتصادي على الصعيد الوطني تنافس الدار البيضاء وزولية فاس اللي كانت أحسن مرتبة ثانية اليوم طنجة هي أحسن مرتبة ثانية كاين مشاريع عملاقة كتعرف مدينة طنجة على سبيل المثال جوج د المشاريع اللي هي مهمة عند طنجة اللي كان الغلاف المالي ديالها سيرا 15 مليار ديال الدراهم جابوا لها 15 مليار ديال الدراهم طنجة كبرى اللي كان الغلاف المالي ديالو ما يناهز 8 مليار ديال الدراهم هذيك 15 مليار
في 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 تقريبا في عدد من الزمن اي 10 سنين. ولكن مع الاسف انني سنشوف شكوى الاعمال في الدوره نقاط ضعيفه جدا، لا ترقى الى طموحاتنا احنا كمستشارين جماعيين، لا ترقى الى طموحات ديال 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 المواطنين. النقاط اللي هي ما كتشمشاش مع السرعه اللي ماشي بها الاقتصاد الوطني، وحنا كجماعه حاضرين طنجه وهاد الكبه هذه كاينه فيها وهاد المشاريع الكبرى اللي فيها، والمجلس الجماعي ما جا ليتخبط باننا نتخبط في بعض المشاكل الهامشيه اللي سوف لن تعود علينا بالخير، انا كنقولها لن تعود علينا بالخير. اذا المطلع على هذا الشكل الاعمال نبيعوا الحطاب على العالم، ولكن ما كاينش شي نقطه. نقول لكم اخوان الاخوات ديالي، اخيرا في واحد الدوره ديال الدوره فبراير واحد مجلس المجالس المدن الكبرى بصح نعملوا عملوا اتفاقيه شراكه مع وزاره الاسكان وتسهيل المدينه 500 مليون ديال الدرهم. شنو من بني خاصوها؟ خاصوها اعاده الاحياء الناقصه التجهيز. راه كاينه وخرجت الصحافه فيها عندنا، اين نحن من ذلك؟ اين نحن من ذلك؟ حنا فين حنايا كاين هذا؟ واش هذا كيتساحب العقل؟ شوف هذه جماعه راه كاينه، جماعه راهي عملت اتفاقيه ومشات في اتجاه، عملنا واحد مجموعه اتفاقيات، واحد مجموعه ديال الشراكات، شنو هي المردوديه ديالها؟ حنا المردوديه حنايا ديالها ما كاينش المردوديه ما كايناش منعدمه. اذا هنا خصنا مسؤول تجاوبني في هذا الاطار هذا وتقول لي انتم القانون كيعطيكم بانكم تكتبوا لنا وتطلبوا منا تعملوا اجوبه الى السيد الرئيس. راه السيد الرئيس حنا ملي طلعنا في هذه المجلسه ديالي ثلاث سنين وحنا اصواتنا دحات، كنقيلوا نهضروا في الميكروفونات، عينا ما نهضروا عينا ما نقولوا كنجيبوا، ولكن تضربوننا بعرض الحائط، لا تسمعون افكارنا، ما كتسمعوش الافكار ديالنا السيد الرئيس، ما كتسمعوناش كتقولوا اه ندوزوا السويس، دوز السويس. ها المجالات ديال السويس السيد الرئيس، يا كنتو كتسمعونا كنا نمشيو معكم، دورة وحدة اللي كباقي تنعقل فيها السيد الرئيس، دورة وحدة اللي فتحتي فيها المجال اللي نحن كمعارضة آنذاك وجلستي معنا وذكرتي معنا وتخاطبنا معك وتخاطبتي معنا واستطعنا ديك الدورة ندوزوها، علاش أنت فتحتي المجال ديالي؟ وهادشي علاش دابا هادشي يدفعني لأن أقول بأن وقع واحد بينا دابا كنحاولوا نبنيو واحد السر ما بين واحد المجموعة وما بين مجموعة. دابا اليوم اللي كيتبع وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كيتبين باننا نحن في الجماعه حاضرين طنجة كاننا في حرب ضروس بين هذه الجهه وهذه الجهه. كنشوف الاخوان ديال العداله 300 كيمشيو كيجلسوا في المقر ديالهم كيخرجوا في التصويره مع بعضهم كاملين فيهم، نحن كبنياني مرصوص كما عرفتش ليه هذا المسائل هذه لا تخدش المجلس الجماعي. حنا هنايا 85 منا كرجل واعي ندافع عن مدينة طنجة، ندافع عن المسائل ديال طنجة، شوف حديثنا العمر العملية هذه كتقول أنا شوف أنا فين ماشي أنا في العملية هذه، ماشي بهالطريقة هذه باش نوصلوا نحلوا واحد المجموعة ديال الإشكالية. وأضيف إلى ذلك السيد الرئيس ما يخص القضية ديال جوال العمل. فيه عدة نقاط طنجة حنا كجماعة حاضرين وقف علينا حنا نشوفوها. نشوفوها نجيب لك على سبيل المثال، مثلا دار النيابة. دار النيابة علامة تاريخية جد مهمة، عطلت تاريخ مهم بارز في مدينة طنجة. شحال دابا اللي تشدت هي أين السقوط في واحد المجموعة ديال الإشكالية؟ كان على المجلس البلدي أن يتسابق ويشعل الإشكالية ديال المدينة العتيقة. لكن بزاف ناس خصهم يدخلوا في هذه العملية هذه، ماشي على المجلس البلدي، يعمل شراكات، ويحل الإشكالية ديال دار النيابة. كاين قضية اللي هي مهمة كذلك. جد مهمة وأنا تبعت هذه النقطة هي قضية ديال المدينة العتيقة السيد الرئيس. المدينة العتيقة هي ما بين المسائل اللي هي طنجة كبرى، ما استفدتش المدينة العتيقة ما بين المشاريع اللي استفدت منها باقي المناطق ديال المدينة ديال طنجة. إلا المشروع اللي قلت لكم ديال الميناء ديال طنجة مع الميناء الترفيهي مع الميناء ديال السد البحري مع إصلاح الأسوار ديال المدينة العتيقة. ولكن داخل المدينه العتيقه ما استفدتش السيد الرئيس. اذا كان على المجلس البلدي يكون سبق الى هذه العمليه، حيت كاينه واحد اللجنه كون السيد والي، وهذه اللجنه الدور ديالها الاساسي هو انها تتبع هذا الملف هذا وتخلقت وجهات فرعيه بان كل لجنه كتدرس واحد النقطه من النقط، مثلا التجاره، مثلا الترخيص، مثلا واحد مجموعه باش تصبح المدينه ديال طنجه عباد الله الى المدينه العتيقه ديالنا اذا طلعنا على المستوى مسكن عندنا حيث السائح سواء كان وطنيا او اجنبيا اللي كيجي يمشي للمدينه العتيقه، غندخلوا اموال ضائله من المدينه العتيقه. عالميه شركات دوليه جات استثمرت هنايا رونو كاين واحد المجموعه، وحنا الجماعه ديال طنجه كنجيو القرارات ديالنا
كنعملوا واحد الضريبه او شهاده الاستغلال، كنعملوا واحد الضريبه اللي هي مرتفعه. ديك السيد اللي ماشي يجي يقتني واحد الادويه ماشي عارف شحال شنو خلص، راه الضربه خرج لنا في الدوره، ولكن شكون اللي جاوبنا؟ شكون اللي قالنا عليها شي حاجه؟ شكون اللي عملنا مزيان؟ اذا هذه العمليات فعلا هذو اللي كيديروا راه هما يسيئون الى سمعه المغرب فيما يخص الاستثمارات. اذا يجب استشاره الاخرين. وانا اقول السيد الرئيس حيت التدخل ديالي يمكن يتقاطع مع مجموعه ديال التدخلات ديال السيدات والساده الاعضاء تدخل مني، ولكن ما فيها باس. اليوم هنا معك السيد الرئيس المكاشفه باش نزلوا لك الورق ونزلوا لك كل شيء ماشي على الطاوله، ولكن هادشي راه حنا قلنا مع الاسف الشديد، قلنا ما كنتوش شي كتصنتوا علينا، كنتوش شي كتصنتوا علينا، كتقولنا دوزوا تصوروا معايا، تصوروا معايا الاخوان بان الصلاه العصر واحد الدوره من الدورات ديال المجلس السيد نائب الرئيس دوزوا تصويت الاغلبيه، الان صوتوا لا ما صوتوش، شوفوا مستنى فين مستنى ندعم، باش كيقول لي كيوجه لاننا عن ماشي بهذه الطريقه هذه، اننا نتعامل كاخوان. نتعامل كعندنا مبادئ وحده، عندنا اهداف وحده. حنا تعب الضعيف اللي مغاطر رانا مع 92 انا في المجالس كنأصول واجول في المجالس. اللي كنا كنقولوا المجالس كنكرعوا كنا صغارين، كاين بعض الاخوان معنا بحال السي الشرقاوي وبحال السي عبد الحق واخا هو حاضر معنا واحد مجموعه الاخوان، كنا كندخلوا المجالس الجماعيه اللون السياسي يدوب داخل ديك المجلس هذاك، ما بقاش نقولوا هذا من الاحرار، هذا من الاتحاد الاشتراكي، هذا في حزب الاستقلال، هذوما الاحزاب اللي كانت مهمنا انذاك. كندخلوا الهدف ديالنا هو المسائل التي لها علاقه بمدينه طنجه نتدارس فيها. الدور ديالنا كنجي معارضه منصوص عليها في الدستور، منصوص عليها كنجيو افكار، غادي نشوفكم تسمعونا، ملي كنجيو كنقول لكم افكار كنقولها لكم من التجربه، من الممارسه اليوميه داخل المجلس. من الممارسة اليومية داخل الجماعات، هذا هو الغير ديالنا اللي عندنا في القضية. أننا باش ننتقل إلى نقطة أخرى السيد الرئيس، وهذه سبقوني الإخوان ديالا، وقلنا لك السيد الرئيس السيد لندن المحترم بأن لم يكن هناك تنسيق بين الإخوان فيما يخص التدخلات. حتى تحسي بان كان شي تنسيق بان حنا كنفكروا، راه كل واحد مشى وجد التدخل ديالو، حيت بلغ السيد الزوبه، الى وصل لواحد الدرجه سخور، هادشي كتجي كتقول شنو هي انا شنو نقول. هذا هو هذه هي العمليه ديالنا، القضيه ديال تكون واحد النظريه اقتصاديه اللي قريناها كامل نكرهها الاخوان، بانه في حاله ازمات ماليه باننا نكتفي ان نتخلى عن الكماليات ونكتفي بالضروريات. هاي كنمشيو الضروريات والكماليات نخليهم. علاش؟ حنا كنعيشوا ازمه ماليه. اذا ما يمكنناش نمشيو لحاجه، اذا الضروريات هي نخلص الدور الماء، هي نشري الكفه ديالنا الدياري، اذا المسائل هي عاديه. اذا لي شارج فيكس ديالنا ديال الجمعيه كنمشيو فيها. حنا مع الاسف كنمشيو المسائل اللي هي ديال الكماليات. حنا ما خصناش نمشيو للكماليات، والكماليات اللي كندخل عليها السيد الرئيس الاخوان هي القضيه ديال الاصلاحات اللي كيعرفها القصر البلدي. حنا السيد الرئيس بقى مجموعه الاخوان ولا الضيوف اللي حاضرين معنا ولا الاخوان، حنا شي على الراحه ديالنا في هذا الدفاع. الله ما كنطلع على الراحه ديالنا. كنسمعوا الاخبار على برا كيقولوا لنا بان الطابق السابع ما تبقاش فيه قاعه الاجتماع وما نعرف واحد مجموعه ديال كان يجب عليك السيد الرئيس من ناحيه ابلاغ المعلومه من الجهه الاخرى بان تجيب قلنا شنو المشروع اللي عملنا في الطابق السابع، ما خسرت شي حاجه. قول لي هذه باش نعمل، غادي في المالي، كاين قضيه سمعت انا المحسنين من المحسنين، راه من ناحيه قانونيه، مثلا المساجد اذا مشيت تعطي الفلوس ديالك، تستعمل اجراءات قانونيه ديالك، ما كاينش المحسنين في هذا العمل، كاين قانون المنظمات ديال الاحسان. راه الناس اللي قدام هنا كيعرفوا الكوميساريه كيفاش كانت تصلحت واحد الوقت، وشنو المشاكل اللي جرت موراها. اذا ما بقاش نقولوا شي حاجه، خصنا نقولوا شي حاجه اللي هي في الموضوع ديالها. ثالثا هذا القصر ديالنا ديال البلديه لم تمر على بنائه واستغلاله سوى 12 سنه. هذه 12 سنه والله 12 سنه 2008 ولا 2007 من جهه 2003 انتقل من ديك الجهه اللي كتبغي في الشارع اخر اللي تما وطلع من تما 12 عام. اذا المقر باقي في الاوسط، شنو يمكن نخسر عليه في المقر هذا؟ نخسر عليه واحد 100,000 درهم ديال التصغير وديال التصويات وديال المسائل المينيه، باش هذه الفلوس اللي نعملوها في مسائل اخرى نحن محتاجون اليها. ثالثا في القضية ديال المقر السيد الرئيس، راه الجمالية هنا الناس اللي كيفهموا احسن مني فهادشي المهندسين والدكتور قالوا خالص انا ماشي غادي نفوت هادشي، الجمالية ديال القصر البلدية راه هي هودت ديك البناية اللي عملتو فوق المرتبطي.
بنايه مساله لا اليوم مساله على 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 التخطيط الاساسي اللي كاين في العماره تقريبا. راه شنو هو هذيك المنظر هذا؟ شنو باش تعمل تما؟ شنو باش تعمل تما؟ هذه هذه السيد رئيس مثلا اللي خاصكم مزيان لاخر من الشجره تجيو كتعطوا قرارات كتجيو كتنزلوا علينا كتنزل علينا هنا ما كنعرفوهاش. حنا موجودين هنا نقول لكم يا المساعده نوريكم نقول لكم اش التجربه صح ديال التجربه ديال صح ديال الصعود وانتم جيتوا دابا حنا هنا في الساعه انا يمكن دابا في اخر الايام ديالنا في المجال اللي شفنا شي حاجه راه كتشوف تاع عليه لا عمل له ما نعرفش شنو ماشي بهذه الطريقه حنا كنتمشاو سيدي راه مشاو الشفافيه والوضوح الشفافيه باننا نريد ان نصل الى ما اذا شي حاجه من فيها 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 المغزى الحقيقي. باش نمشي لواحد النقطه اللي هي مهمه السيد الرئيس هي خلال هاد الثلاث سنوات هدرنا واحد الزمن طويل في هاد الثلاث سنين، احنا ثلاث سنين ما كنا في اربع سنين، كنا في اربع سنين راه الانتخابات باقا لا عامين من ناحيه الناس اللي كيعرفوا يعملوا الانتخابات راه صافي كنا دابا قلنا الحمله الانتخابيه هي واضحه للعيان، كل واحد كيدخل يظهر العضلات ديالو ويقول ما كاين مشكل، ولكن خصنا نوقفوا واحد الوقت التامل باش نعرفوا شنو حققنا. انا كنهضر على المجلس الجماعي، انا ما نخش في التفاصيل ديال المقاطعات، انا ما نخش في المقاطعات. نقوم نهضر انا اليوم واحد الدوره متعلقه بالمجلس الجماعي صدقوا لي غيقتصر على المجلس الجماعي باش ما نخلطوش الورق، اذا قلنا المقاطعه راه نخلطوا الورق. اذا هنا كنقول بان شنو عملنا؟ وتصوروا معايا حين حسبوا هاد الدورات اللي عندنا داخل المجلس الجماعي اليوم راه تقريبا وصلنا ل 20 دوره. 20 دوره وصلنا بما فيها استثنائيه وبما فيها المسائل ديالها. القانون شحال كيعطينا الدورات؟ كيعطينا ثلاثه دورات في السنه. ثلاث سنين ثلاثة ستة تسعود هذا هو المعدل. حنا وصلنا تقريبا ل 20 دورة. شنو هي الدورات اللي كنعملوا؟ هذا اللي الوقت والله ما يمكنناش نتخبطوا. القضية ديال الميزانية، الميزانية راه ثلاثة دورات هي كتعاود. الميزانية راه 2016 و2017 و2018 هي كترجع، ماشي اللي ما عاد كترجع. رجعت ثلاث سنين وحنا كنا كنقوم كنضو كنتدخلوا وكنعملوا ولكن شكون سمعت شكون كتقرا زهور كداول؟ علمت تقرا زهور كداول. كنقولوا ها اللي كاين ها اللي كاين مع الاسف ما كانتش استجابه ما كانت حتى شي حاجه تسد. تصميم تهيئه راه وثيقه مهمه بالنسبه لمدينه طنجه. قلنا الفكر ديال قلنا شنو وجهه النظر ديالنا حنا كمعارضه مع الاسف انا ما وصلتش قلنا قلنا وجهه النظر ديالنا ماذا كان يجب عليكم ان تفعلوا السيد الرئيس؟ خرجوا هما حاضر سخروا هما حاضر ساعه تكون كنهضروا راه تجي الدول راه فريق موجود مع الاسف ما كيتقراوش المحاضر وشنو الاخطار ديالنا اللي كنقولوا بعض الاخطار راهي بحال اللي كتكون ولكن نتوما ما كتسمعوناش الاخطار ديالنا. القضيه ديال مخطط برنامج عمل مجلس برنامج عمل مجلس تعمل فيه واحد المجهود تعمل فيه ولكن حنا دخلنا كنا انذاك قلنا بان الغلاف المالي المخصص من هذه العمليه هذه راه غلاف مالي راه هو المنطق ما تسعوش السب مليار ديال الدرهم ولا 7 مليار ديال الدرهم. قلنا اين هو مخطط برنامج عمل ديال المجلس؟ اين هو؟ اذا السيد يمكن كنقلب هذه الملفات خاصو يرجع خطوه الى الوراء وبغيت تتقدم من خطوتين الى الامام. الدول الديمقراطيه واحد الانسان اللي كيعمل واحد الغلط ويعمل ويعاودو شنو خصو يعمل؟ خصو يقدم الاستقاله ديالو. هذه الديمقراطيه وانا نجي طنطن نجي نقول بون بون روس قال زعما قال هيدا لا سيدي يجب ان تحاسب تحاسب على ما كتعمل راه هذا الشيء هاد الاعضاء كيجي شي ما كيجي كنجيو كنعملوا كنجيو نقلتوا هنايا اذا السيد اللي كيجي كيعمل هاد الملفات هادي ها امانديس ها الماليه ها برنامج عمل غرفه ها القرار الجبائي القرار الجبائي وما ادراك ما القرار الجبائي القرار الجبائي اللي هو هلكنا القوه الشرائيه ديالنا داخل المدينه ديال طنجه دابا حنا كسحبنا عندنا بعض القطاعات اللي هي راه هو راه داكشي كامل كيتحمل المسؤوليه ديال المواطن البسيط اليوم تخرج القهاوي شوف شحال كتسوى كاس ذاتي وشحال تقهوى كل قهوه ما قوه قهوه الشعبيه اللي كنا كنعرفوهم حنا كنتقهوى فيهم 3 دراهم 4 دراهم اليوم عملوا 10 دراهم اليوم ما عندك ما تذاكر معاه علاش؟ جبتي على الضريبه الضريبه هي هذه ديالها وحنا قلنا لكم انذاك شنو هو الطريقه لحل الاشكاليه ديال هذا القرار الجبائي اين لكم اخوان دخلوا كتعرف تصدر ديالو مثلا قلنا لكم توسيع قاعده الضريبه باقي استخلاصه واحد مجموعه ديال الافكار قلنا لكم ولكن مع الاسف لا ما كتقرا زهور انا ما كتقرا زهور كداوي
نقطة ثالثة وهي اللي هي نقطة مهمة هي قضية ديال المقررات ديال المجلس. مقررات هل ديال الجماعة والمقررات التي يتخذها المجلس داخل الدورات. أين هو التنفيذ ديال السيد الرئيس؟ ربطينا في كلام ديالك البارح نهار الأربعاء قلت لنا إذا كان سمعوا قيمتها على سبيل المثال قلت لنا بأن الفلوس ديال بلاصة الضرورة باقي من الزمان ما عندنا فيهم حتى شي حاجة. المجلس قرر بأن الفلوس غادي تكون متأخرة وداكشي. إذا واحد مجموعة ديال القرارات السيد الرئيس أين تذهب؟ فين هي خاصها تطبق ديالها؟ وهي اللي جبتها لنا سابقا آنفا جبتها وقلتها لك السيد الرئيس. هذه قرارات جبد المحاضر عند السيد البشيري الله يجازيه بخير عنده المحاضر وجبد الإنسان كيعمل تسكير حمار على هذيك المقررات وخصو يتبع يكلف. مع الأسف هذا هو المشكل أن النواب ديال الرئيس هما كيساعدوا الرئيس العملية ديالو في هذه المسائل ديالو هنايا. يكلف كل رئيس بأنه يتبع ملف. وكل رئيس يجي يعطي تقرير من السادة الأعضاء السيدات المستشارات المحترمات. نعرفوا كيفاش كيشتغلوا كيفاش كيعملوا هذا دور احنا شنو نعرفوا هاد ثلاث سنين ونص عرفنا جوج عرفنا ثلاثه ولا جوج اربعه ديال الناس اللي عرفنا على اكثر تقرير هذا السيد العمده طبعا الله يجازيه بخير عرفنا السي ابو الجور النائب الاول وشي اخوان اخت الاستاذه ديالنا فاطمه بن حسن تاهي كذلك كنشوفوها مره وكنعرفوا واحد العضو اخر كي واحد العضو اخر كنعرفوا السي تمثالي كيتشاغل في الكواليس في شي الله يجازيه بخير ولكن هذا اخر السيد الرئيس اسمح لي ما شفناهمش ما عرفناش الطريقه كيفاش كيشتغلوا بها خصك تجيب ورينا القرارات ديالو اذا انا القرارات السيد الرئيس خصك تسهر عليها وتعملها لجنه المرافق ناقص كانت واحد مجموعه ديال الملفات ودروها الله يجازيه بخير وهاد اللجنه شو الرئاسه ديالها من يراد الرئيس ديالها بقوه القانون كتعطى المعارضه بقوه القانون شي واحد من المحافظه بقوه القانون كتعطى المعارضه نهار ديك الرئيس ديال اللجنه ديال المرافق ودا كيخدم على واحد مجموعة ديال الملفات اللي هي عندها علاقة بالجماعة أسواق القور المرافق اللي تم التحويل ديالها من داخل المدينة إلى خارج المدينة بدينا كنشغلو وكنطلبو الوثائق وكنعملو عملنا شي ثلاثة اجتماعات ولا أربعة وعجبني أنا داكشي الحق وكنعجبني حيت شفت بأن الحركة بدأت تدب داخل المجلس ولكن بين عشية وضحاها وقفت ديك اللجنة ما عرفتش سقسيت رئيس اللجنة سي غيلان قال لي سيدي ما جابوا لنا حتى شي حاجه ما عطاو لنا حتى شي حاجه يومين ورا داكشي شنو كنشوف الاخوان ديالنا في الموقع ديال الجامعه خرجوا بان المكسب مسير طلعنا ماشي كرو عندنا واحد الصوره تما هذا المخطط حنا عملنا لكم كاخوان اخوات كانوا معنا وعيطوا بعدا عندك الرئيس ديال اللجنه يقدر معاكم بعدا الرئيس ديال اللجنه المرافق والله ينعس الشيطان حرامي عيطوا بعدا معاكم يتبع معاكم يكون لكم شي فكره مرة كتضربوا بعض الحائط دغيا بالقوة كتضربوا على كل شيء مع الأسف الشديد. راه حنا معاكم حنا أعضاء معاكم بغيتوا أو كرهتوا. حتى حنا منتخبين من طرف المواطنين. حتى حنا كنستمدوا القوة ديالنا من منتخبين الناس الناقدين ديال اللي صوتوا علينا. إذا ما تبنوش معنا والدليل على ذلك باش نقول لكم شوف فين وصلنا اليوم. شوف هذه المفارقة العجيبة التي وصلنا إليها اليوم. المفارقة العجيبة هو أن حنا كاملين اجتمعنا مع رأيتنا الأحزاب اللي داخل المجلس ومشينا لواحد الركن وخلينا الإخوان ديال العدالة والتنمية فحركنا ما هذا دليل على أن شي حاجة ما كايناش شي السيركوي ما كيدوش هنايا كاين الرئيس تعاود دابا أنا عارف بأن أختينا هادشي مش معاه ولكن السلمتينا تصبق اتصل بمنسقين الأحزاب اتصل بالأعضاء وتحاول تحل هذه الإشكالية طنجة غنرجع للقضية ديال ساحة تيران. ساحة تيران بحال اللي قلت لكم السيد الرئيس أخطأتوا من الموعد. وهذه النوبة الثانية كتعملوها لنا، النوبة أخرى كانت التتويج ديال الفريق ديال اتحاد طنجة البطولة العام اللي فات، تعمل واحد الحفل كبير وتعمل المسائل ديالو وداك الشيء، والأعضاء ديال مجلس البلدية اللي تم استدعاؤهم. علاش؟ شنو نعملوا تحت ملك الله هادو؟ ما عندهمش حقهم يمشيو يشاركوا في العملية هادي. الرئيس كتعمل شي اخطاء دينيه 85 سنه دائما يكون عندك البلان ديالو 85 عام سوف بدي بغا يجي مع بابك ما بغاش يجي بلايا لنا عملت الحفله عملتو اليوم نفس العمليه بلاصه دورو ساحه سيره عملتو قلتو جبتو عاود ما استفيدتوش يعاود الاعضاء وانا هنا استغل المناسبه مع ان هذه المناسبه ما تعودش على الثراري كان هذه تكون البخريه ديالنا ما كنعرفوش شنو كاين ولكن مزيان نقولوا الحقائق وتشجل وتعمل
وكذلك شوف معايا مجموعه ديال الوجوه الشابه في الصحافه وتمشي شي عفوا تي ديال بلاصه طورو شنو هو بلاصه طورو شنو هو ماشي بلاصه طورو بلاصه طورو انا عشه عشه انا بالميدان ديال العام اللي كنت امارسه بلاصه طورو تعرف السيد الرئيس نعطيكم بعض الافكار ديالي في هادشي الجدول في المحضر واخا غنخرج هاد السياق ولكن دخل في كتاب كتاب الانسان باش يعرف هذه واحد الذاكره حيه باش كنستغلوها نستافدوا الاخطاء ديالها بلاصه طورو في الثمانينات كنهضركم على الثمان ديال 40 سنه تقريبا 35 سنه 40 سنه كانت بلاصه طورو موجوده تما لانها اين السقوط الى السقوط كانت كتستغل في طرف واحد المجموعه ديال الناس كيعملوا فيها الروابط كيعملوا فيها الحواله ديالهم الافكار ديالهم كيعملوا المسائل ديالهم حنا انا داك فهاد الفتره ديال الثمانينات بالضبط سنه 85 غرفه تجاريه نظمت المعرض ديال الاول في مجمع الصناعه التقليديه طبعا المعرض ناجح جميع المقاييس طبعا ولكن الفضاء ما كانش مناسب الرؤساء الغرفه انا داك اتصلوا بالعامل انا داك اللي كان موجود ناسي محمد الحاج الله يرحمه مات العامل ديال طنجه جا وصيت رسالة رسمية الرئيس ديال الغرفة كيقول له دخل في بلاصة طورو سير وشوف شني فيها طبعا تنسيق مع السلطات المحلية شني كان قولوا لي هو أولا تم إفراغ بلاصة طورو تنسيق مع الناس ديال السلطة المحلية مع الغرفة مع مجموعة ديال المصالح بعدا هاي تسقط خوشي ما بقاتش محتلة ورا قالي قلت لكم راه كانت أين السقوط أسس ديالها السواري ديالها كتخلوا من ما كانت ما شطيح هذا من جهة ثانية كانوا بعض الناس كيحاولوا يجيبوا بلاصه طورو تحبس تبنات مع عمارات نوضعوا كل شيء على الطور هادشي كان كيحكيكم في 86 85 86 85 هاد العمليه باش اللي جات ملي دخلت الغرفه ديك الساعه شبرت المسائل ديالها في الدو هاد في ديك الفتره بالضبط كانت هاد بلاصه طورو تابعه للسياش قال العقاري والسياحي الملكيه ديالها الغرفه دخلت وخصصت لها واحد الميزانيه لاعاده الترميم ديالها الترميم ديالها فعلا من ميزانية ديال الغرفة، تعرف ميزانية الغرفة شحال كانت ديك الساعة؟ 7 ديال مليون ديال الدرهم، 7 مليون ديال الدرهم، ولكن من هنا وهنا بعض الناس اللي ما عندهم غير على مدينة طنجة، وتصلح الأساس ديالها بعد استشارة إي بي دو زو، المكتب ديال الدراسة، وتم تصحيح الأساسات ديال بلاصة طورو، أساسات ديال بلاصة طورو تصحح وعام 88 بالضبط تعقد أول معرض تما، وهذا المعرض كان مواجهة معه كانت تسمى واحد القاعه ديال الحفلات اللي كانت كتعمل تما اللي كانت حتى تستقطب 4000 5000 مواطن كانوا كيجيو تما كيحضروا وجاو الناس الغيوان جاو بزيد بوزا واحد المجموعه ديال الناس جات تما مارسي الخليفه جات تما واحد المجموعه ديال التظاهرات اللي تعمل تما وخرجت العمليه اللي بقات حتى عام 2000 عام 2000 تعمل اخر تظاهره راه سي مصطفى بن عبد الغفور حاضر معنا عام 2000 تعمل هذه العمليه هذه ولكن انا ماشي نجيب لك هادشي كامل اللي كاين هادشي اللي عملتو انتم العمليه ديال باريسيا راه تعمل في هاد الساعه ديال السيد الرئيس راه كاين واحد لاماكيت مصغره ديال بلاصه طورو موجود كاين دي سيسكيس كاين كلشي المسائل ديالها عندنا شركه اسبانيه اسمها تيتسا المسائل ديالها كامله كلشي المسائل ديالها انتوما جيتو وشي جهات المسائل راه حنا راه هادشي غنطلبوا منا حنا نقول لكم شنو كاين راه هادشي راه هو كاين وموجود موجود السيد الرئيس بقات واحد بقات شي نقطة أخرى السيد الرئيس باش نزيد نتابع فيها هي القضية ديال حنايا طبعا كنصدروا دورات ديال المقاطعات دورات المقاطعات كل دورة كنعملوا ملاحظات ديالنا طبعا أنا ما كنقولش غنتاخذ مقاطعات ولكن هادشي عنده علاقة بالجيش الجماعي المقاطعة الأربعة كان مخول لها بأن ترفع التماسات إلى المجلس بعض القضايا اللي هي ما عندهاش الإمكانيات المادية باش تنفذها أسيدي قلب ديك المتماسات اللي كتجي عندكم باستثناء واحد العملية هي العملية ديال تسمية الشوارع الأزقة أما المتماسات الأخرى ما كاين منها حتى شي حاجة السيد الرئيس فين هو التنسيق وفين هي العملية فين غادي بيا سيدي فين غادي بيا خويا والنقطة الأخيرة اللي عاد دخل فيها السيد الرئيس هي القضية ديال الميزانية. حيت أنا في الدورة السابقة كنت قلت هي التدخل ما دخلتش ولكن اليوم بما أن في التدخل ديالك شفت الميزانية ما فيها باس أنا في وجهة النظر ديالي كمستشار في الجماعة في طنجة على الميزانية وما أثرته من كلام.
وهذه الميزانيه انا باقي عاقل باقي عاقل في الدوره اللي كانت راسها السي النائب الرئيس الاول ديال الرئيس. الكلام قلناه له حنايا قلنا هو داك الكلام اللي قلنا هو اللي جا في الرساله ديال السيد وليد. مع الاسف ما طلعتوش الحساب. اذا حنا كنكونوا كنهضروا على الهواء ما كتصبروناش. انا علي باش نوضح بان الميزانية اللي كتجيبو لنا السيد الرئيس دائما كتعمل لنا مقارنات بين مراكش وفاس والمدن زعما اللي كتجي في سيدي لا واش هاد المقارنة بين هاد المدن مدينة طنجة علاش؟ وذلك الاعتبارات التالية. أولا الاختلاف والفرق واضح في التقديرات بين طنجة وهذه المدن. المدينية المحققة في مراكش كتفوق مليار ديال الدرهم. انا هو انا السيمانه اللي فاتت كنت مركز مراكش وبالعادي كنت تما وجبت هذا الرقم هذا قلت لعندهم تما قسم الجبايات قدمت راسي وعطوني هذه الارقام هذه باش كيعجبني نبحث انا قاعد مع راسي في الساعه هذه كيعجبني نجمع المعطيات. اذا مراكش فوق مليار درهم ميزانيه طنجه لا تتعدى 60 مليون درهم على حسب المعطيات اللي تكتبون. اذا لا يمكن اعتماد حساب ومؤشرات مقدمه من طرفكم في هذا الاطار. لا واش زعما ثانيا الاختلاف في الوعاء الضريبي، الوعاء الضريبي المحلي بين مراكش وطنجة على جميع المستويات. مشينا لمراكش عباد الله واش هي طنجة؟ الفنادق اللي كاين تما والمطاعم والحانات والمؤسسات المصنفة وداك الشيء راه ماشي طنجة السيد راه كاين فرق بيننا وبين مراكش. إذا كانت مراكش تحقق نسبة مرتفعة في الرسوم المحولة فإن ذلك راجع بالأساس إلى أن جماعة مراكش استطاعت تغطية الأحياء والأزقة الذي كنا نقولوا بأن تساعد القاعدة الضريبية هي الأحياء والأزقة بالترقيب والعنوان مما يسهل على الخفض الوصول إلى الرسوم. وهذه مسؤولية ديالكم السيد الرئيس ماشي شي مسؤولية شي واحد آخر. ثلاثة أنا كنتسائل علاش عملتوها المقارنة على المستوى المداخيل ما عملتوش المقارنة على مستوى المصاريف النفقات بالنسبه لهذه المدن حيث تقدمون ما يخدم مصالحكم فقط. قلتي لي النفط جبتي لي المداخيل ما جبتيليش النفقات. اذا انت كتشوف من الزاويه ديالك وانا كنشوف لك زاويه اخرى هنا كنت حاجه كتسجل دائما بالك ديالك. اربعه هي اللي هي مهمه المراسله ديال السيد وليد اللي جاتكم كنت تستطيعوا بانكم كانت الساعه الجنه تفتحي حنا الاخوان هنا المشكل فين وقع هو انكم الاحزاب اللي كانت متحالفه معكم تما درسوا هادشي في المكتب ديالكم ما درسوش هادشي في المكتب بها دوزوه في اللجنه ودوزوا له وعملتوا المراسله بان هادشي انشائي وهادشي ما عرفتش وصافي ما تبانوش مع العلم انكم بعد داكشي تراجعتوا على هادشي جلستوا مع السي الوالد جا وحنا كنعرفوا مصير هذا الباب. اذا مراسله السلطه المحليه ركزت على جانب النفقات وانتم ركزتم على المداخيل في حين ان موضوع القراءه الثانيه لمشروع الميزانيه يجب ان ينصب على اداء الديون المستحقه السيد الرئيس لفائده المرافق والخدمات هي الاساسيه للمواطنين وهو الشيء الغائب. وكيف يعتقد الاخوان بان حنايا في طنجه هادشي اللي وصلنا له مع الشركات ديالنا هذا فوق شيء ما نخلصوهمش دون نضوج الثقه ديالنا وداك الشيء مثلا. اذا هذه الاولويات خصنا تكون عندنا السيد الرئيس وهذا ما ينطبق على كذلك كان له الكهرباء ما نقولوش ما نغطوش الشوج الغرباء. وهنا اتساءل من المسؤول عن تراكم هذه الديون خلال السنوات الثلاث 2016 و2017 2018 اين كانت تذهب نفقات الجماعه؟ المسؤولية منقطعة على عاتق الجماعة وهي المسؤول الأول عن إيجاد حلول لهذه الوضعية وليس أحد غيره سواء كانت الخزينة العامة أو وزارة الداخلية. إذا هنا هذه الملاحظة اللي كنت باغي نقولها نوقر أنا كنقولها اليوم وكنتمنى بأن الرئيس حيت حنا دابا جينا عندنا دورة أخرى ما عرفناش المصير ديال الميزانية أخرى كان لابد السيد الرئيس حيت حنا غير قلنا شنو كاين. قد نقطة أخيرة ندخل فيها السيد الرئيس سمحوا لي الله يجازيكم بخير إذا تطولت عليكم هي تعودت بزاف وتكررت من خلال المداخلات ولكن لا بد ان كل يداوي فيها ينقل فيها الاخوان السيدات والساده المشاركه اللي تعملوا معنا كيعملوا المقارنه ما بين المجلس الحالي والمجلس السابق. مع الاسف الشديد انا كنت صعود في المجلس السابق وكنت نائبا للرئيس وكنقول لكم بوجهي حمار وكنقول لكم بمثالي بانني راض عن المردودية اللي قام بها المكتب السابق. راح مجموعة ديال المشاريع
اخواني اخواتي، واحد المجموعه ديال المشاريع راه نتوما اليوم عايشين عليها، لان كانت شي راه كاين كتكون مشاكل. وهقول لكم شكون هي هذه المشاريع باش تعرفوها، ويعرف الراي العام يعرف شنو هي هذه المشاريع. احنا خدمنا على واحد المجموعه ديال الملفات، خدمنا قلنا الغرض ديالنا هو اننا نكتبوا بغض النظر على مجموعه ديال يمكننا نزيدوا ولا ما كتبناش بعض المسائل. فنهضر على جانب يجي واحد العضو مثلا مع الاسف الشديد يقول لك اعطاء المكتب السابق، الناس حاصلوا السلام. لا حول ولا قوه الا بالله. اذا احنا اشتغلنا على مجموعه الملفات وسوف اذكرها. هذه هي ديال اشتغلنا الملفات، ما اشتغلناش بوحدنا الاخوان، ما كناش كنشدوا علينا البيرو كنشتغلوا كنكتبوا ولا شي حاجه. كنا نشرف معنا المجتمع المدني جميع اللقاءات ديالنا، كنا نشرك معنا المعارضه، كنا نشرك معنا الجامع. راه الاخوان راه في عين الشان العام الشعب مع المحلي راه كيشبروا. قضيه ديال النظافه، نظافه كنا عملنا ندوه على النظافه، على الاناره العموميه كذلك عملنا ندوه على المسائل ديالها. واحد المجموعه على مخطط التنميه، مخطط التنميه عملنا، كنا كنفعوا حتى الجامع وكل شيء كيدير الافكار ديالو كيحب المسائل ديالو، ما كناش كنشدوا الباب ونقولوا الشعب وحدنا. كنا نشركوا معنا الجميع وكنا الهدف ديالنا. وكاين واحد المجموعه انا قلت لك واحد المجموعه ديال الملفات، القضيه ديال بيت الصعب، شي بيت الصعب، شي بيت الصعب، القضيه ديال محمد بوكماغ ولا هذيك الكريمه كذا، دار الجمعيات ودار الحي، دار الحي راه شي جوج وقت هادشي مسائل واجده موجوده انتم عاد تحت الباب وتخلصوا. مرحبا بكم دنيانا، حيت كل واحد كيخدم كاين النفق العام كاين كالسيرور هذا كيتزوج لنا بحال عايد كل شيء كيمشي فيه، ولكن تنقول لنا ما تمشي تجي تطبلوا فينا. تقول لنا طنك هذا ما نعرفش الشفاره، ما نعرفش النيئه ديك المستوى اللي هو هذا الدار، ما تطيحوا لنا المعنويات ديالنا بهذه الطريقه. وحنا الحمد لله ها اللي كاين، انا متفق مع الاخوان، انا كنظن اذا كان حيت انتم هذا الاسلوب بديتوا كتستعملوه خصوصا في واحد الندوه مؤخرا عملتوا على ميزانيه تشاركيه، عملتوا واحد الندوه مع واحد مع الناس ديال الجمعيه ديال المجتمع المدني. والاخوان جبدوا المجلس السابق واحد المجموعه ديال وراه جاوبوا الاخوان راه دخلوا جاوبوا على داك الشيء، ما حتى شي انا نكون نجاوب داك الشيء. راه حنا هنايا حنا بحالكم حنا راه حنا كنسيروا السيد الرئيس، تكون عندكم كشافه واسعه، تسمعوا لنا الافكار ديالنا وتجلسوا معنا وتفكروا معنا باش نصدوا نصدوا هذه المشاكل اللي كتعرفها مدينه طنجه. بخلاف اذا مشيتوا تفلسوا مع بعضيتكم، تمشيتوا تقهوا مع بعضيتكم، تفلسوا مع بعضيتكم، تمشيتوا المسائل ديالكم مع بعضيتكم، راه ماشي طريقه، راه حنا كاملين اخوان مع بعضيتكم، خصكم تنفتحوا، يعني في تحت هذا الاخر، فتح هذا الاخر باش تبنوا واحد المجموعه ديال الكراهات اللي كتعرفها مدينه طنجه. واخيرا نشكر واحد جوج ولا ثلاثه ذكريات من هذا المجلس هذا الحالي، ستبقى عالقه في ذهني. تعطينا ربي ان شاء الله. الذكرى الاولى هي حالي قلتلكم هو لاول مره بان الصلاه كتعرضنا للتصويت. هذه عمري ما نساها يعني. زعما واحد المستوى ما عرفتوش هي. ثانيا النقطه الثانيه هي ان واحد العضو يتم طرده من داخل المجلس لانه يعبر عن افكاره، يعبر عن المسائل ديالو. كنا يمكننا باش نقول لكم واحد القضيه وقعتنا حنا في المجلس 92 كبير على هذه الوقت الاخرين كبيره مزيان تعرفوها. الانسان دابا حنا كنستافدوا من عطيتنا حنا كان المجلس ديالنا 92 93 وقع داك الشيء، راه اخوان بعض الاخوان اللي حاضرين معنا وعرفوها. كان وقع الشناء ما بين الرئيس انا ذاك بعض الاخوان في معارضه، واحد المعارضه تعرف من الادخال زعما اسمحوا لي باش نقول لكم هذا الاسلوب هذا ولكن مزيان باش تعرفوه السر. قال هو الكلب هو ابن الكلب ولا خير في كلب كان نسله كلبه. قال هيدا قال هيدا قال بعد راه السي يونس كيعقل عليها والسي عبد الحق بقى كيعقل عليها. اذا هنا السي مرابط الله يرحمه كان هو خليفه الاول ديك الساعه، نوض هنا عملنا ديك الساعه الاولى هنا كان شيئا لم يحصل، كل شيء تصور الله كل شيء تستعمل قاديك العود في المكان ديالو، ما عملناش ما وصلناش ودرا هو ما عندو كيمثل السكان كيف المسائل ديالو، اذا ما نفعلوش مع المسائل اللي كتقول. قضيه ثالثه انا كنفتش في الارشيف ديالي هاد اليومين واحد المجموعه ديال البطائق ديال العضويه في المجالس. على اساس السي العضوي ما بغاش يعطينا البطاقه العضويه ديالنا في المجالس. بعدنا من العلوميه. علاش؟ وقال انا عطى التعليمات ديالو قال لنا باقي نعطيهم البطائق وعملوا، علاش ما تعطيناش البطائق ديالنا الرئيس؟ قال اذا حقنا هذيك هي اخر حاجه اللي عندنا عندك هي بغيت تعطينا البطاقه العضويه ديالنا. شنو باش تشرح عليها السي بعد؟ واش شي حاجه تبقى تشرح لنا؟ ما فيهاش شي حاجه عايبه. Thank you.
واخيرا اقول واحد اقول واحد الدعوه اللهم اغفر لمن ظلمنا والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.